بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بـ Study Unit 10 Part 1 CMA 2020 Budgeting الموازنة التقديرية Concepts أفكار مبادئ Methodologies طرق and Preparation إعداد الموازنة. حنبدأ بـ Section 1 Rules of Budgets and the Budgeting Process أدوار الموازنات التقديرية وعمليات الموازنات التقديرية وإعدادها أو عمليات إعداد الموازنات التقديرية أو عملية إعداد سميها ما شئت جمع ولا مفرد. طبعا للأسف طلعت فيديو بهذا السكشن لحاله طلع معي 3 ساعات وبالتالي يعني لقينا انه صعب جدا حد يتابع ل3 ساعات فألغينا الفيديو ورجعنا قسمنا هذا السكشن الى عدد من الفيديوهات حنيجي بعد شوي. هذه مكونات اليونت 10 10 حتكون 10 اقسام 10 سكشنز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. وحسب العاده كل سكشن بنطلع فيه فيديو الا اذا اقتضى الامر انه الفيديو يكون طويل فبقسمه الى عدد من الاقسام. باليونت 9 قسمت الفيديوهات تبعت الاستراتيجيات لانه الماده صعبه. الان اضطريت اقسمه لانه لقيت انه اولموست 3 ساعات هذا الفيديو وعملته وجاهز واثناء الدمج والاخراج يعني اكتشفنا انه العملية حتكون طويلة ومملة. تمام؟ خلينا نبدأ. باليونت اللي هو السكشن الأول. Rules of Budgets and Budgeting Process. لكن هذه قبل ما يبدأ السكشن الأول مقدمة فيما يخص اليونت. مش غلط نحكي فيها. Planning تخطيط. Budgeting موازنة تقديرية. And Forecasting توقعات وتنبؤات من أجل إيه؟ احتساب أرقام الموازنة التقديرية. A budget is a realistic plan. هي عبارة عن خطة واقعية. يجب أن تكون خطة واقعية البادجت. ما بصير واحد يتخيل على كيفه يخطط. لا. لازم يكون واقعي بناء على متطلبات السوق وبناء على إمكانيات الشركة وبناء على القوة الاقتصادية للكستمرز إلى آخره. Realistic plan for the future للمستقبل that is expressed in quantitative terms والتي يعبر عنها ب خلنا نسميها قيم مصطلحات تعابير مقاييس إلها علاقة بالكوانتيتي كوانتيتيف أمتار كيلومترات كيلوغرامات أوزان جرامات ساعات عمل إلى آخره units number of units. A budget is many tools in one. الموازنة عندما تعمل كأنك بتضرب عدد من العصافير في حجر واحد اللي هي البادجت تعالج وترسل عدد من الرسائل من خلال البادجت اللي هي تعملها الشركة. It is a planning tool. هي عبارة عن وسيلة تخطيط. A control tool. وسيلة مراقبة. A communication tool. وسيلة تواصل. And motivational tool. وسيلة تحفيز وتشجيع. أكيد للموظفين والمسؤولين تبعين الشركة. As such مثل هذه the area of budgeting منطقة البادجيتنج as tested in the CMA exam في امتحان CMA موضوعنا كله CMA is a composite of theory هي عبارة عن خلينا نسميها composite معناها مركبة من أسئلة نظرية and calculations أسئلة عملية. Some of the calculations have many steps. الكالكوليشنز تأخذ عدد من الخطوات حتى تحلها. Making budgeting problems. Making
budgeting problems، هناك مشاكل لإعداد الموازنة. Among the most missed questions on the exam، يعني مشاكل إعداد الموازنة من بين المسائل الكثيرة التي الشباب المتقدمين للامتحان بتركوها أو بنسوها أو بتجاهلوها أو ما بقدروش عليها. missed يعني مش مجاوب، missed questions on the exam. بدك تدور على الكالكوليشن والستبس مشان الكالكوليشنز، كيف تحسب البادجت، كيف يحسب الرقم، حنمر طبعا على تفاصيل معينة. however ومع ذلك، budgeting should not be viewed as a difficult area، مش لازم يتطلع عليها الطالب على أساس أنها منطقة صعبة، لازم يحبها المنطقة، لازم يرتاح فيها، فيها كالكوليشن، بس هي بصراحة هي الروح تبعت المحاسبة. المحاسبة طبعا المحاسبة الخاصة بالتكاليف والإدارية والبودجيتنج والموازنات التقديرية والتخطيط المستقبلي إلى آخره. The concepts are easy، الأفكار concepts are easy، سهلة. But you need to pay close attention، أنت يا طالب الـ CMA بدك تدفع أو تقدم أو to pay يعني تقدم اهتمام قريب جدا to details as you work numerical questions، بدك تقرأ ما بين السطور وتكون منتبه وتعطي close attention، تركز لما بدك تحل مسائل calculations عملية numerical أرقام. This study unit is the second of two on planning, budgeting and forecasting. إذا العنوان تبع اليونت هذه واليونت اللي قبليها يونت 9 and 10 عنوانهم Planning, Budgeting and Forecasting، التخطيط والموازنة والتوقع. إذا هذه السكند of two، يونت 9 الفيرست ويونت 10 السكند، وعليهم قديه 20%. The relative weights assigned to this major topic in part 1 of the exam is 20%، الوزن تبعهم 20 درجة بالإسي ولا بالمالتيبل تشويس. The two study units are، هذول هم اليونت 9 analysis forecasting and strategy، واللي عليهم يمكن نقول 10%، بس both of them عليهم 20%، and unit 10 budgeting concepts methodologies and preparation، برضو ثنتين عليهم 20%. إذا هذا عنوان اليونت 9 واللي خلصناها، وهذا عنوان اليونت 10 واللي الآن حنبدأ فيها بحول الله. طبعا منكمل، if you are interested in reviewing more introductory or background material go to www.glim.com/cma-intro videos for a list of suggested third party الى اخره. طيب اوكي. الان عندنا section 1 اللي هو 1 من 10 rules of budgets and the budgeting process، دور البادجت او ادوار البادجت. ما هي ادوار البادجت؟ شو هي الادوار بتكون فيها البادجت؟ اكيد فيها تخطيط، واكيد فيها مراقبه التنفيذ، حنيجيها. and the budgeting process، وعمليه اعداد البادجت او البادجتنج. تمام. الان لانه والله امبارح اشتغلت الفيديو 3 ساعات وكان في دمج، واليوم العملية ما زبطت ولقينا انه طول ممل وبلا منه، فالآن ارجعت وقسمت هذا السكشن هذا، هيو سكشن 1 كومبوننت، طلع 14 عنوان، 14 رقم في السكشن، حياخذ 3 ساعات لما بدحكي على كيفي، 3 ساعات حياخذوا أكثر. فرجعت ضميت 1 و2 و3 من الصب تحت السكشن 1، عملت لهم فيديو او بدي اعمل لهم فيديو، و4 و5 بدي اعمل لهم فيديو، و6 و7 و8 و9 بدي اعمل لهم فيديو حسب الوزن، و10 و11 و12 بعمل فيديو 4 و13 و14 والكويشنز المالتيبل تشويسز بعمل لهم فيديو. بناء على هذا راح نشتغل. اوكي، اذا حيطلع 5 فيديوهات للسكشن هذا بعنوان اللي هو Rules of Budgets and the Budgeting Process Section 1 of Unit 10 of Part 1 CMA 2020. نرجع للموضوع.
إذا الآن بدنا نشتغل فيديو 1، هي أحمر فيديو 1. The budget as a tool، البادجت هي وسيلة. هلا بدنا نشوف البادجت ما هي الوسيلة، يعني هي وسيلة من زي ما قلنا تضرب عدد من العصافير في حجر واحد. إذا البادجت بتحل لك عدد من الإشكاليات أو بتحقق لك عدد من الإنجازات من خلال هذه البادجت. إذا is as a tool، tool وسيلة. A the budget is a planning tool، هي عبارة عن وسيلة تخطيط. أكيد لما بيكون عندك بادجت معناته أنت بتطلع للمستقبل، في عندك أرقام متوقعة. إذا a budget is a written plan، خطة مكتوبة. For the future، ما دام future ففيها planning. That forces management، تجبر الإدارة to evaluate the assumptions، لتقيم الفرضيات والguidances and the objectives identified in the budgetary process، والأهداف التي حددت بعملية البادجت. إذا في فرضيات وفي أهداف، وبتتذكروا أخذنا بشابتر 9 في استراتيجيات. الآن بدنا نبدأ نسير باتجاه اللونج تيرم استراتيجيز واللونج تيرم اوبجكتيفز والاوفر اول اوبجكتيفز. طيب companies that prepare budgets، الشركات اللي بتعمل budgets anticipate problems before they occur، يتوقعوا المشاكل قبل أن تحصل، لأنه عندك خطة، عم بتطلع على المستقبل، عم بتطلع على future. example if a company، مثال، runs out of critical raw material، إذا الكمباني صار ما عندهاش raw material وبدها تنتج علب بيبسي، شو معناته؟ معناته الناس حيروحوا يتركوها يروحوا على المنافسين. أوكي؟ raw material it may have to shut down، ممكن تسكر، ما عندها raw material كيف تشتغل؟ إذا ما في، بتدفع رواتب لا تفنش الموظفين، ممكن تسكر. at best بأفضل الحالات it will incur extremely high freight cost، سوف تدفع وتتكلف بشكل مبالغ به كبير، high freight cost، تكاليف نقل عالية جدا، to have the needed material rushed in، حتى تحصل على الماتيريال تصل بالسرعة الممكنة، تصل الشركة تطلبها من مكان مستعجل. إذا في تكاليف بدها تدفعها لأنه ما عندها raw material، لأنها ما خططت، ما حطت budget، ما توقعت، ما تنبأت. The company with a budget will have anticipated the shortage and planned around it، فالشركة اللي عندها بادجت راح تتوقع projection forecasted or هنا anticipated، تتوقع the shortage، انه متى بيكون عندها نقص في المواد الخام، وبتعمل خطة تلف حول الموضوع مشان تحله. يلا ودونا يا جنوب افريقيا كم من طن حديد مشان نكمل شغل البيبسي بالصيف، لأنه في موجة حر جاية والناس بدها تستهلك بيبسي كثير. أوكي؟ إذا هاي and planned around it، إذا في budget. طيب a firm that has no goals، الشركة التي ليس لديها أهداف may not always make the best decision، ممكن ما تتخذ أفضل قرارات أو أفضل القرارات. a firm with a goal in the form of a budget، دائما البادجت معناته فيها goals، الشركة التي لديها هدف من خلال شكله طبعا الهدف كيف بدك تحصل عليه، لازم تحط خطة، الخطة لازم مترجمة إلى أرقام. in the form of a budget will be able to plan، سوف تقوم بالتخطيط. إذا البادجت بيساعد على تنفيذ التخطيط وبيساعد على التخطيط طبعا على short term وعلى medium term وعلى long term. احنا هلا ما زلنا بالفيديو الاول. طيب the budget is a control tool، خلصنا من اللي هي planning tool العصفور الاول، هلا بدنا نروح على العصفور الثاني بحجر واحد اللي هي البادجت. the budget is a control tool، رقابه، وسيله رقابه. a budget helps a firm control costs by setting cost guidelines، البادجت الموازنه تساعد الشركه حتى تسيطر على تكاليفها، كنترول تراقب تكاليفها
by setting cost guidelines. شو يعني guidelines؟ يعني شو بنسميها؟ مؤشرات. guidelines يعني علبة البيبسي لازم ما تاخذش 50 جرام اكثر من 50 جرام حديد، هذا guideline. علبة البيبسي لازم تاخذ بس 250 ملي مي، علبة البيبسي لازم تاخذ كذا كذا دهان، هذه guidelines. من وين؟ من ألمانيا جبناها، من البيست ان كلاس. اوكي، guidelines شو؟ reveal the efficient or inefficient use of a company resources. فإذا جبنا من ألمانيا إنه علبة البيبسي بتاخذ 50 جرام، وإحنا لقينا حالنا الشركة بتاعتنا حطينا guidelines 50 جرام، لكن بالواقع الفعلي لقيناها بدها تاخذ 70 جرام أو أخذت 70 جرام، إذا إحنا we are inefficient، عم نضيع. ضايعين الماتيريال، يمكن انسرقت، يمكن بتنسرق، يمكن الالات مش ظابطه معانا بالانتاج، يمكن نوع الماتيريال سيء، بدنا ندور ورا الاسباب. اذا حنشوف حالنا افيشنت ولا ان افيشنت، كما تم نعرف لما بكون عندنا جايد لاينز. يوز ذا كمباني ريسورسز، الريسورسز اللي هي الماتيريال واللي هي الليبر واللي هي الاوفر هيت. These guidelines اللي جبناها من ألمانيا should reflect careful analysis، يجب أن تعكس تحليل بانتباه شديد. That may begin تبدأ but should not end with consideration of prior period results. إذا لازم نحلل البيانات تبعت المواد الخام وتبعت الليبر وتبعت الأوفريد وقديش لازم كل علبة بيبسي تاخذ مواد خام حديد إدهان مية خلطة بيبسي إلى آخره، لكن علينا ألا نعتمد على الماضي، قد يكون الماضي مش كويس مش صح. With consideration but should not end with، يجب ألا تنتهي التحليلات تبعتنا تبعت الكيرفول أناليسيس تحليلات ببيانات جاية من الماضي، لأنه إحنا بجوز بنشتغل غلط. لا، بدنا نروح على البنش مارك، على البيست إن كلاس. أوكي، A manager is less apt، يعني المدير أقل رغبة، apt تعني رغبة، to spend money، ليصرف فلوس، for things، للأشياء that are not needed، التي لا تحتاجها الشركة أو لا يحتاجها المدير أو إدارة المدير. if she ولا هي knows، المدير بكون واحدة ولا واحد، knows that all cost will be compared with the budget. فلما بكون عنده budget وجايبها من ألمانيا بصير يقول لك لا يا عمي بدناش نصرف، ديروا بالكو وفروا ما تطلعوش انتدابات، أو بالإنتاج ديروا بالكو على الماتيريال ما تطلعوش سكراب كثير، اشتروا ماتيريال كويسة إلى آخره، لأنه يرفض أو يتقل رغبته في الصرف ما دام مراقب أنه عليه بادجت، عليه جايدلاينز، لا يمشي بيناتهم. زي إشارة، زي السيارة لما بتمشي على طريق وعارف حالها مراقبة بالرادار، مش راح يتجاوز السرعة، مراقب بالرادار. نفس الاشي هون، مراقب بجايدلاينز، مش راح المدير يتجاوز عمليات الصرف المسموح له والمخططة مسبقا. شي ولا هي will be accountable، راح نحاسبه، if controllable costs، التكاليف اللي هو مسؤول عنها وبيأثر فيها وبيقدر يصرفها او ما يصرفها، exceed budgeted amounts، تتجاوز المصاريف المرسومة المخططة اللي predetermined budgeted اللي دخلت بالموازنة اللي حددناها. إذا لا يقبل أن يتجاوز، بحبش يتجاوز لأنه مسؤول، لأنه حيتحاسب. تعال ليه صرفت؟ إحنا قايلين لك تصرف هالقد، هاي مكتوب عندك وأنت موافق عليها السنة الماضية، ليه بتصرف هالقد؟ ليش زدت الصرف؟ إذا بقول لك لا يا عمي خليني بحالي، لأنه في عقوبات بعد شوي. Budgets can also reveal، البادجتس اللي هي الموازنات التقديرية قد توحي the progress of highly effective managers، قد توحي بأنه فلان المدير الفلاني عم بتطور وهو منتج وممتاز لأنه يلتزم بالبادجت
وبالتالي يحقق أهدافه بأقل التكاليف. هايلي افكتيف مانجرز، ما شاء الله عليه، اللي بنتفق معه عليه بينفذه ضمن الحدود المسموح له بها. Consequently، وعلى ذلك employees should not view budgets negatively، لذلك كل الموظفين ما لازم يطلعوا على البادجت على انها امر سلبي. حتى بالأسرة لما في مراقبة على الصرف لازم ما يطلعوا افراد الأسرة على انه والله الاب ولا الام والله مشكلجية او بدهم مش اياهم يصرفوا، لا، في بادجت، في فلوس عم تيجي بدنا نصرفها بطرق صحيحة. اوكي، هاي نيجاتيفلي ما يطلعوا عليها نيجاتيفلي. A budget is just as likely to provide a boost. هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة البادجت is just as likely to provide، هي يعني قريبة من إنها أو شبيهة بإنها تقدم boost to managers career as it is to be detrimental. تقدم شو؟ تشجع على الالتزام بالوظيفة والجايدنسز ما دام انه انت منقول له اذا لم تلتزم بالصرف فيجب ان تفنش، بتتفنش مع السلامه، ديتريمنتال ضاره، او بنخصم من راتبك، او بنقول لك فيش ترقيه، او ما فيش اجازه، او ما فيش بدل، او ما فيش مكافاه، هذه كلها ديتريمنتال. فاذا البادجت فيها عقوبه، زي ما بنقول دائما والله الولد اذا بنقول له يا عمي وخذ لك مكافأة ممتازة بس جيب 95 بالرياضيات أو بالمحاسبة أو whatever، لما بشوف الماء الشغلة صعبة عليه بقول لك بديش المكافأة، لا، بتقول له لا لا لا، مش بس من حرمك المكافأة أو من عاقبك، إذا بقول فيها عقوبة لا والله بده يصير يدرس ويشتغل، نفس الكلام الموظف أو المدير بده يصير يشتغل هارد لأنه في عقوبة جايته إذا لم يلتزم بالبادجت التي حددت له وبالاتفاق معه. Detrimental، ضارة. طيب، managers can also use a budget as a personal self-evaluation tool. زي رب الأسرة ماشي بالشهر وبصرف، وصل نص الشهر ومعه لسه نص الراتب، إذا والله الحمد لله أمورنا تمام. نفس الكلام ينطبق على المدراء، المدراء بيقدر يقيموا حالهم نتيجة شو التزامهم بالبادجت. Can also use budget as a personal self-evaluation، تقييم ذاتي للإدارة وقرارات الإدارة الصارمة بالالتزام بقواعد البادجت والموازنة. تمام؟ إذا هاي وسيلة شو؟ تقييم، تول، ها، سيلف ايفالويشن تول، وسيلة تقييم. بادجيتري سلاك، ما هي البادجيتري سلاك؟ اللي هي اندر استيميتنج ريفينيو اور اوفر استيميتنج اكسبنسز. إذا قلنا للمدير تبع التسويق، وهذا كان يحصل باجتماعاتنا مع أعضاء مجلس الإدارة، قلنا للمدير تبع التسويق بدنا منك السنة القادمة 100 مليون، أوكي؟ شو هو بصير يقول؟ ما بقدرش. هو بيكون قادر يجيب 100 مليون بس بقول لا ما بقدرش غير 80، مشان يظل محتاط، فيما لو تعب، فيما لو ما زبطتش معه الأمور يجيب 80. إذن هو دائما بخفف الإيرادات المطلوبة منه، بقول لك بجيب لك 80 بس هو بقدر يجيب 100. إذا كان بالصرف، مدير عنده صرف، بنقول له معك تصرف 10 مليون، بقول لك لا بدي 12. إذا بالصرف بعمل أوفر استيميشن، وبالإيرادات بعمل أندر استيميشن. هيها أندر استيميتنج ريفينيوز أور أوفر استيميتنج إكسبنسز، هذا اسمها سلاك. فصاحبنا تبع الصرف أخذ 2 مليون بدون وجه حق، وتبع الإيرادات ضيع 20 مليون بدون وجه حق على الشركة. تمام؟ أوكي، إذن هذا اسمه سلاك. سلاك يعني شو؟ يعني زيادة، يعني إكسترا، صرف أكثر وضيع ريفينيو. إذن however must be avoided if the budget is to have its desired effects. إذن بالبادجت راح نخلص من هالموضوع، لا يضيعن المليونين زيادة صرف ولا يروحن علينا 20 مليون. والله احتياط يا أخي شبابي، يمكن ما يقدروا، خلينا على 20 80 مليون بكفي، وإذا جبنا 90 بقولولنا شكرا. لا، بدنا إياك تجيب 100 لأنه أنت بتضيع علينا
ال20 مليون هذول اذا ما جبتش غير 80 اذا تكاسلت، لانه بتكاسل. اوكي، must be avoided. بدنا نخلص من هاي ال under estimation وال over estimation. under estimation of revenue وال over estimation of expenses. اوكي، the natural tendency of managers، الوضع الطبيعي للبشر المدراء is to negotiate، ليفاوضوا for less stringent measure، لمقاييس اقل قسوة. طبعا لما بيستعد على 100 مليون بده يشتغل ليل نهار، وبده يقلق، وبده يخطط، وبده يحرك الموظفين وحرك الفاسيليتيز وكذا كلياتها مشان يجيب له الايرادات خلال سنه ب 100 مليون. لكن هو بيقول لك خليني على رواق. اذا ما بده اياها ال 100 مليون لانه بتزعجه. سترينجنت، سترينجنت شو معناها؟ معناها قاسيه. اوكي، او ال 10 مليون تبعت المصاريف قاسيه، خلينا ناخذ 12 مليون تبحبح وخلي الشباب يطلعوا انتدابات يكونوا مبسوطين ويعمل صيانه على كيفنا. Of performance so as to avoid unfavorable variances from expectations. إذا شو معناته؟ معناته هذه اللي هي هو دائما بيعمل negotiate for less stringent، مشان يقول والله أنا قلت لكم بدي 80 مليون، فإذا طلع 85 مليون بنقول له شكرا، بينما لو كان واعدنا 100 مليون وطلع 85 بنقول له يخرب بيتك. ليه ناقص 15 مليون؟ اذا شو هذه فارينس، مشان يخلص من هذا الفارينس اسمه انفيفرابل فارينس بالنسبه للمدير. وتبع المصاريف بقول خلنا ناخذ زياده الخير خيرين، خلنا ناخذ 12 مليون مشان اذا صرف 10 مليون و500 نقول له شكرا، والله كان بدك تصرف 12 بس ما صرفت. لا يا عمي وضحك علينا، ها فاوضنا مشان ياخذ 12 مليون، هو بيقدر يمشي يمشي حاله على 10 مليون وضيع 500 الف زياده. اوكي، to avoid unfavorable variances from expectation، مشان يقول لك انا الحمد لله اموري تمام. لو اشتغل على 10 مليون حيطلع عنده فارينس unfavorable 500 الف لانه صرف 10 مليون و500 بالمصاريف، unfavorable لانها مصاريف ولانها زادت. بالريفينيو إذا كان وعدنا بيقدر يجيب 100 مليون، بس وعدنا على 80 مليون، لو وعدنا على 100 مليون وجاب 90 مليون بنقول له أنت ناقص عليك 10 unfavorable. يقول لك لا يا عمي خلينا ناقش على 80 مليون وأجيب لهم 85 وظلني دائما مبسوط وماخذ راحتي أنا والشباب تبعين. أوكي؟ طيب. For the budgetary process to serve effectively، هذه البودجيتري بروسيس عملية البودجت وتنفيذها وطبعا تخطيطها بالبداية، to serve effectively بتكون حتى تخدم الشركة بفاعلية لتحقيق الأهداف من التخطيط الذي دعم بالبادجت as a control function، رقابة، هيها وسيلة رقابة، control function، it must be integrated with the accounting system. لازم تكون البادجت موصولة من نظام المحاسبة، بدك تدخل بيانات البادجت جوا بالحسابات، حسابات التكاليف وحسابات المخازن وحسابات مش عارف اللي هي الرواتب وحسابات المصاريف الصناعيه وحسابات المصاريف الاداريه وكله بدك تعمل على البادجت. اذا لازم انتجريتد وذ اكاونتنج سيستم اند وذ اورجنايزيشنال ستراكشر، على كافة المستويات الإدارية، في إدارة مالية لها بادجت وإدارة شؤون موظفين وإدارة كذا، وهذا كله الشارت اوف اكاونتس. لما كنا نصمم شارت اوف اكاونتس مشان النظام المالي والاداري اللي كنا ننفذه بان سيستم والاوراكل فاينانس، كنا نعمل الشارت اوف اكاونتس على مستوى الحسابات ونعمل شارت اوف اكاونتس على مستوى الادارات ونعمل شارت اوف اكاونتس يعني داخل على الادارات كمان بصب الادارات وموزع على الادارات وشارت اوف اكاونتس على مستوى الجغرافيا المناطق الجغرافيه. اذا في محاسبه وفي هيراركي، ادارات ومسؤولية ومدراء واللي تحت منهم واللي صب يصب بسموها يعني اللي هي خلينا نسميها الادارات الفرعيه والادارات اللي هي سبوردينيت لادارات اعلى وهكذا. لازم تكون هذا بالشركه في تقسيمات اداريه وفي نظام محاسبي، ولازم اللي هو النظام البادجت تكون متواصله مع هكذا. ليه؟ لانه
لما بتدخل بياناتك تبعت البادجت وبتصير تصرف فعليا، بتصير المصاريف الفعلية تيجي مقابل المصاريف اللي هي المخططة البادجتد، وبعدين بصير عندك فارينس والسيستم بيعطيك النتيجة وبقول لك الفارينس تبعك كبير ولا قليل، اكسبتبل ولا مش اكسبتبل حسب السيت اب تبع النظام تبع المالي والإداري. Such integration، هذا الربط enhances او بسموه التواصل، تكامل بسموه التكامل، enhances control، يشجع الرقابة by transmitting data، بتحويل البيانات and assigning variances. وقلنا قبل شوي بين البادجتد وبين الاكتوال تطلع معنا فارنسز، اساينينج فارنسز لمين؟ من المسؤول عنها؟ بده يطلع من هو المستوى الاداري المسؤول عن هذه الفارنسز، المخازن فيها فارنسز، والانتاج فيه فارنسز، والاداريه فيها فارنسز، والمشتريات فيها فارنسز، والمبيعات فيها فارنسز، لانه في بلان، في خطه، في بادجت، وفي اكتوال. تو ذا بروبير organizational subunits، لليونتس والسب يونتس. سب يونتس يعني الوحدات او الادارات الفرعيه تبعت الشركه اللي تحت، مدير عام تحتيه، نائب مدير عام فانكشن تحت النائب المدير عام، مدير مالي، مدير شؤون ماليه اداريه ماليه لحال واداريه لحال، الانتاج كمان، التوزيع كمان، التسويق كمان، المشتريات كمان، وهكذا. The budget is هاي وسيلة أخرى، عصفور ثالث، motivational tool، وسيلة تحفيز. budget تحفيز، يعني ما في دم في budget معناته في على في معنويات عالية. budget helps motivate employees to do good job، بيعملوا يشتغلوا كويس أحسن، أحسن من الشركات اللي ما عندهاش budget. employees are particularly motivated if they help prepare the budget، إذا بيساعدوا الموظفين إنهم يعدوا البادجت أو يساعدوا بإعداد البادجت، بصير عندهم من ولاء وانتماء للشركة، بصيروا يهتموا بالنتائج، يهتموا بالفولو أب، يهتموا بالكومبريزن، يهتموا بالرقابة. إذا هذه البادجت تحفز الموظفين لأنه بصير عندهم ولاء. أوكي، مانجر هو إز أس تو بريبير إي بادجت، المدير الذي يسأل أن يقوم بإعداد البادجت تبع شريك الإدارة تبعته for his or her department، إله ولا إلها، will work hard، سوف يعمل بقسوة بشدة، يعني بشكل يعني بصعوبة، يعني راح يجهد بالشغل ويراقب، to stay within the budget، مشان يظل ضاغط النفقات تحت البادجت، أو الإيرادات فوق المئة مليون، أو المصاريف أقل من العشرة مليون اللي حكيناهم بالمثال. نعم، توزيع مسؤوليات ورقابة وتحفيز وشعور بالوجود، يعني في أمور غير مادية، في معنويات. أوكي، A budget must be seen as realistic، البادجت يجب أن تكون واقعية. ما تقولش لواحد بدك تطلع لي مثلا 100 كيلو تمشيهم خمس دقائق، ما يقدرش، بدك تكون واقعية. إذا البادجت لازم تكون realistic by employees، يعني الموظفين شايفينها، العمال شايفينها واقعية معقولة، before it can become a good motivational tool، قبل ما تكون تحفيزية لازم تكون واقعية. تجيب واحد الولد بالمدرسة تقول له اسمع، كل امتحان بدك يجيب 20 من 20، شو بده يقتل حاله يعني؟ يا عمي قول له من 15 وفوق كويس. اوكي، هذا المعنى، جيب من 15 وفوق، واذا بتجيب اكثر من شكرك، واذا بتجيب اقل بنعطيك فرصة. إذا الأمور دائما بدها إيش؟ دائما بدها نصائح وتحسين وكذا، وما تخسر الموظفين وتعمل تيرن أوفر إلهم وتفنشهم وتروحهم وتخلوهم يعادوا الشركة وكذا. إذا لازم تكون إيه؟ البادجت واقعية منطقية. أوكي؟ وينها؟ رياليستيك حتى تصير موتيفيشنال تول. فالعامل تبع اللي بيشتغل بيبسي يقول له اسمع انا جبتها من المانيا بدي 50 جرام، يا عم يقول له خليك على 51 52 مش مشكله، نسمح لك لحد ال 55، بكون مرتاح، مش خايف، مش مربك، راح يشتغل بشد بجهد، ورك هارد، بولاء. ليه؟ لانه مطمئن انه مش البادجت مش فيري تايت، مش شديده عليه. اوكي، unfortunately لسوء الحظ the budget is not always viewed in a positive manner،
لسوء الحظ مش دائما الناس الموظفين بالشركه بتطلعوا على البادجت على اساس انها بوزيتيف مانر، طريقه ايجابيه، بتطلعوا عنها سلبيه، بتطلعوا دائما انها ايجابيه، وكي عم ايجابيه عم بتفيدك، بتضبط الانت التكاليف، وبتضبط الافيشنسي، وبتضبط الكميات الانتاج والديماند والكذا، يعني تلبي الطلبات، بتوفر بالنهايه، انت حزيد راتبك، حتاخذ مكافاه، حتاخذ ترقيه اذا انك بتلتزم بهكذا تعليمات. Some managers view budget as a restriction. بتطلعوا بعض المدراء على البادجت على انها قيود تقيدهم من بعض التصرفات اللي هم متعودوا عليها. لا يا عم، بدك تتعود على تصرفات جديده وجايدنسز جديده وضوابط جديده. Employees are more apt to have يشتاقوا، متشوقين، مندفعين، يرغبوا، بحبوا to have positive feeling toward a budget. لازم يطلعوا دائما ينجذبوا للبادجت بحيث انهم يطلعوا عليها باسلوب ايجابي. If some degree of flexibility is allowed. اذا في مرونة، تقول له اوكي علبة البيبسي 50 جرام بالمانيا ماشي الحال، نسمع لك لحد 5 جرام زيادة. اما تقول له 50، يقول لك يا عم الالات اللي في المانيا بتختلف عن الالات عندي. هناك ما عندهم عندهم تامين صحي، انا ما عنديش تامين صحي. احنا لما بنمرض بنروح على مش عارف شو، هناك لما بمرضوا شو بيعملوا لهم. بدك تاخذ بالاعتبار ان هناك امور في مرونه بالطلب تبعك من الايه؟ من الموظفين والمدراء حتى تصير البادجت تحفيزيه فوق موتيفيشنال تول. اوكي. الرابع، العصفور الرابع، the budget is means of communication، وسيلة تواصل. الكل بصير يحكي بالبادجت، والكل بصير يجتمع مع الكل. A budget can help tell employees what goals the firm is attempting to accomplish. بصير تقول لهم شو الأهداف اللي بدكم تحققوها، وشو العائد اللي بده يرجع عليكم، وإحنا كنا نعيش الحالة هاي لما كنا بالإدارات المالية. اوكي، انه دائما الشباب يقولوا شو بده يصير، وشو بنتوقع، وشو المكافآت تبعتنا، وكيف بده. اذا بصير عندهم ايه؟ اسئله، وبالتالي كان هيلب تيل امبلويز وات جولز ذا فيرم از اتمبتينج تو اكمبلش، ما هي اهداف الشركه؟ السنه الجايه اداره الشركه بدها تضاعف ارباحها، بدها تضاعف مبيعاتها، بدها تضاعف الماركت شير تبعها، بدها توزع ديفيدنز على المساهمين الى اخره. A budget functions، وظائف البادجت، as an aid to planning، كما هي تساعد في التخطيط والcoordination and control. إذا تساعد في التخطيط وتساعد في التنسيق والتواصل بين الإدارات والموظفين، وكذلك تساعد في الرقابة. لانه انت لما تكون عندك هدف معين بدك دائما تراقب على حالك انك عم تحقق ذلك الهدف ولا لا، هدف تكاليف ولا مبيعات. Thus a budget helps management allocate resources. اذا البادجت بتساعد الاداره ليوزعوا allocate resources، يوزعوا الريسورسز، العمال والالات والكهرباء والاراضي والمساحات والشقق ومساحات الشقق واي شيء بدك اياه، والديبريشيشن افيشنتلي. على مين؟ على الاوتبوت، على المنتجات، بشكل يعني على القد، افيشنتلي، مشان تطلع نفس الكواليتي، ما نزيد، مش ال 50 جرام نعملها 70 جرام، 50 جرام تبعت البيبسي نعملها 70 جرام، لا يا عمي بكفي 50، 55 ماشي الحال، 51، 52، اذا افيشنتلي على القدر، اند انشور، وتؤكد هذه البادجت او تلك البادجت ذات سب يونت اوبجيكتيفز، سب يونت يعني شو الادارات الادنى اهدافها ار كونسيستنت، تنسجم وذ ذوز اوف اذر سب يونتس اند ذا اورجنايزيشن. يعني لا يوجد تعارض بين إدارة الإنتاج الأهداف تبعتها مع إدارة التسويق، مع إدارة المخازن، مع إدارة المشتريات، مع إدارة التسويق، مع إدارة التوزيع، والهدف كله للشركة، الأورجنايزيشن نفسها كلها عيلة واحدة. For the budget to function، البادجت مشان تشتغل
in these rules بهل كتبناه هون او مرينا عليه senior management must be involved with the process. الإدارة العليا يجب أن تنخرط في كل العملية تبعت البادجت. لازم الموظفين يحسوا انه المدير العام مهتم بهذا الأمر. This involvement does not extend لا هذا الانخراط والتدخل لا يعني لا يمتد does not extend to dictating exact numerical contents. مش يجي يقول لك لا علبة البيبسي بدي إياها 50 جرام مالكيش دخل، خلي تبعين الإنتاج هم يشتغلوا الأمر هذا. يا مدير عام تابع وقول لهم بدنا بجت وبدنا أرباح وبدنا خير كثير للشركة وبدنا نحقق أهداف وبدنا ننتشر وبدنا نأخذ 50% من السوق وكذا، بس ما تعمل ديكتيشن. ديكتيشن يعني إملاءات، إكزاكت نوميريكال أرقام دقيقة كونتنس of the budget بمحتويات معينة because senior management lacks detailed knowledge of daily operation. لأن الإدارة العليا لا تفهم ولا تعرف بالتفاصيل الداخلية التي يعيشها الموظفين في داخل الشركة، إذن ما تتدخل بالتفاصيل، بس لازم to be involved، لازم تشجع، لازم follow up، لازم اجتماعات، لازم تحسس الناس انك انت معهم. If the firm does not have an overall budget، إذا الشركة ما فيها overall budget شو معناته؟ Each department might think the firm has different goals. كل إدارة من الإدارات بتحس وكأنها ماشية باتجاه مختلف. المبيعات بصير يفكر لحال، والمشتريات يفكر لحال، والخزين يفكر لحال إلى آخره. For example، على سبيل المثال، the sales department قسم المبيعات أو إدارة المبيعات may want to keep بحب أو برغب ليكون عندهم as much inventory as possible، قد ما يكون في inventory، keep inventory، حطوا inventory بالمخازن مشان so that no sales will be lost، مشان ما يجي على بال أي واحد يجي يطلب بيبسي من أي فرع من فروعنا بداخل أو خارج المنطقة إلا ونقول له تفضل موجود. إذن بدهم كل المخازن مليانة، بدهم مش يعملوا لوز لوست لأي طلب شراء من برا أو طلب بيع. Okay. But the company treasurer مسؤول الخزينة، مسؤول الفلوس، مسؤول الاستثمار may want to keep، بقول لك لا يا عمي keep the inventory as low as possible، لا تحط تعبوا المخازن وتتعطل الفلوس عندي بالمخازن. ما هي المخازن إلها فلوس، مساحات وأمنة مخازن، وكمان البضاعة موجودة بالمخازن ثمنها فلوس. إذا تريجري مانجر أوكي أو تريجرر اللي هو المسؤول تبع التريجري بقول لك لا يا عم خلوا المخازن بأدنى مستوى. طب كيف بدي أوفق بين هذا وهذا؟ حيتضاربوا مع بعض، حي كل واحد يفكر لحال. إذا شو بصير يقول possible in order to conserve، conserve يعني يدير باله على الكاش ريزيرف، على الاحتياطي تبع الكاش يدير باله. كونزيرف معناه من كونزيرفيتيف، يكون محافظ حذر في قضية التعامل مع الكاش، ديروا بالكم على الكاش. بدوش يصرف كثير، بدوش يحطوا فلوس كثير بضاعة، ما هي البضاعة ثمنها كاش. If the budget specifies the amount of inventory، إذا البادجت قالت حل وسط، الانفنتوري لازم يكون بمستوى كذا. حنيجي للحسابات. All employees can work toward the same objectives وخلص وبهدوا. ما حد بصير يشتغل ضد حد، ولا حد بفكر حاله انه هو مدير عام الشركة، ولا بفكر حاله انه كأنه شركة لحاله وهكذا. اذا في بصير انسجام بالاهداف. طبعا ما زلنا بالفيديو الاول، حنيجي بعد شوي لفيديو ثاني. The budget is a goal congruence tool. هاي كمان عصفور جديد، تناغم انسجام، زي ما بصير مع الاسرة. الأسرة يجب أن تكون لها انسجام في الأهداف، الكل يتعاون مع الكل. نفس الشيء بالشركة، كل المدراء بدهم ينسجموا مع بعض ويفكروا مع بعض، المشتريات والتوزيع والإنتاج والتسويق إلى آخره. The budget notifies all departments، البادجت بتخبر كل الديبارتمنتس and all levels of responsibility، وكل مستويات المسؤولية في داخل الشركة. What a company's
what the company's goals are، ما هي أهداف الشركة، بتخبرهم. لذلك كلهم بصير ينشدوا لعملية تحقيق الأهداف، بصير يتعاونوا. Everyone is working toward the same and objective. كل واحد بيشتغل لا ينجز الهدف تبع الشركة واللي هو هدف للجميع. Same and end objective. Sorry. Same end objective. يعني الهدف النهائي للشركة. فإذا بتعاونوا بتصل السفينة. الشركة زي السفينة بدها تصل الشط الثاني. ما في اختلافات. For example، على سبيل المثال، the strategic plan، الخطة الاستراتيجية، and the capital budget، الموازنة، الرأسمالية تاعت الأصول طويلة الأجل. capital budget يعني شو؟ يعني تشتري طيارة، تشتري سيارة، تشتري أرض، تشتري مبنى، طبعا للبزنس. must be congruent. شو يعني congruent؟ يعني منسجمين مع بعض. الخطة الاستراتيجية بفكر 20 سنة لقدام، بده يشتري أصول تتناسب مع الخطة الاستراتيجية لقدام 20 سنة، لازم تنسجم مع بعض. أما واحد بفكر لسنتين ورايح جايب لي طيارة بتعيش 10 سنين، مش حتزبط. إذا بتخطط استراتيجية لسنتين جيب على قدك، بتخطط استراتيجية لخمس سنين وعشر سنين وخمسة عشر سنة، إذا جيب أصول على قدك، اشتري أرض واشتري مبنى وكذا ومش عارف إلى آخره. إذا must be congruent with the operational planning in the master budget، وهذا كله ينسجم مع الأوبريشنال. يعني مثلا نفترض أنه الآن بدنا نشتغل خطوط نقل طيران. الآن عندي السوق خلال السنة، البادجت تبعت السنة الأولى بتقول انه لازم انا انقل مثلا كذا راكب، اي طياره خط الخط الفلاني لازم يشيل كذا راكب. اذا بدك تجيب له طياره على قد الكذا راكب، مش تروح تجيب لي 600 راكب وتحط فيها 50 راكب. تجيب طياره فيها 600 راكب، بتشيل 600 راكب بتركب فيها 20 راكب. اذا بدك تجيب الكابيتال تشتري اصول راسماليه على قد الاوبريشن تبعت السنة، وبعد ذلك تتوسع عندما تحتاج زي ما بقول بورتر تبع الإدارة. هاي الفكرة واضحة. طيب طبعا ما زلنا باللي هو السكشن 1 بالجزء الأول منه، بالفيديو الأول. The budget as a formal quantification of management plan. هي البادجت شو عبارة عن شو؟ عبارة عن تغيير الخطة، او بتعمل سويتشنج ترانسليشن للخطه الى ارقام، كوانتيفيكيشن ارقام. الارقام تعني اطنان حديد واطنان اسمنت ومقاييس واسلاك وكيلومترات وكيلوغرامات وشو بدك زي ما بدك ساوي. وبعدين بصير بالاخير فلوس. اذا اوف مانجمنت بلان، الخطه تبعت الاداره يجب ان تعمل لها سويتشنج او ترانسليشن لارقام، ارقام تبعت كوانتيفيكيشن. اذا ذا كوربوريشن corporations have goals for market share. اي شركه شو هدفها؟ تزيد الماركت شير. شو كمان؟ تعمل ربح profitability. شو تعمل؟ growth نمو. شو تعمل؟ dividend pay out توزع ارباح على المساهمين etc. حتى not for profit organizations الجمعيات الخيريه also have goals، لها اهداف طبعا، such as increase number of free meals served، تزيد عدد اللي هي الوجبات الغذائية اللي ببلاش لا أكيد للمستفيدين. من أجل شو؟ من أجل تقليل lowered recidivism اللي هي انتكاسة rate among offenders. يعني شو معناته؟ من أجل تقليل نسبة الإجرام، لأنه الإنسان لما بيكون فقير جدا ما بيلاقيش أكل بده يطلع يعمل شغلة، فلازم تقلل نسبة الإجرام. إذا هذه هدف الجمعيات الخيرية، وإذا كل شركة بده يكون عندها هدف معين. أوكي، these goals تبعت الكوربوريشنز والنوت بروفيت فور بروفيت أورجنايزيشن الجمعيات الخيرية cannot be achieved، ما كنت تحقق أهدافك without careful planning، تخطيط بانتباه شديد about the allocation of resources، كيف تقسم مصادرك، العمالة، العمال،
الخدمات، الكهرباء، الأرض، شو بدي أقول لك، خطوط الإنتاج، طيران إلى آخره. And the expected results. إذا بدك تصرف وتوظف عمال وتصرف وتشغل الإنتاج تبعك وتشغل خطوط إنتاج، تستورد من ألمانيا خط إنتاجي وكذا، مشان تطلع شو؟ مشان تطلع نتائج، مشان تطلع أرباح، مشان تطلع دشوف جروث، مشان تطلع بروفيتابيليتي، مشان تطلع ماركت شير، مشان تطلع ديفيدنس باي أوت إلى آخره. إذا دائما بدك تربط بين الريسورسز اللي بدك تصرفها مقابل الأوت كمز اللي بدها تجيك نتيجة ذلك الصرف. طيب A budget lays out in specific terms. البادجت شو بتعمل؟ تضع، ترسم. lays out يعني ترسم بمصطلحات محددة أو بشروط محددة an organization expectation. ماذا نتوقع بعد سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمسة؟ about the consumption of resources. وماذا يجب أن نستهلك أو الشركة تستهلك، خطوط إنتاج وديبريشيشن وكهرباء وعمال ورواتب وسكيلز تبعت العمال وكذا وماتيريال ومش عارف إلى آخره، ويمكن تاكس and the resulting outcomes مقابل النتائج. كله بيكون مكتوب بالبادجت. lays out ترسم، ترسم تحدد. اوكي an organizational budget. البادجت تبعت الاورجنايزيشن الشركه ريكوايرز سيجنيفيكانت كوميتمنت، تتطلب التزام سيجنيفيكانت مميز مهم اوف انترنال ريسورسز. شو يعني الانترنال ريسورسز؟ بدك التزام العمال ونوع الدوام وكفاءة العمال والآلات اللي بدنا نجيبها من ألمانيا وين تنحط الآلات، وفي عندنا أراضي مستأجرة ولا لا، ولا بدنا نشتري أراضي، وفي عندنا شقق للمكاتب للعمال للموظفين والمدراء الماليين والإدارات المالية وإدارات المحاسب وكذا وإلى آخره. إذا هذه كلياتها شو؟ significant commitment of internal resources. internal resources اللي هي المصادر الداخلية للشغل، هم الشغيلة، شغيل مش بس البشر والآلات والكهرباء وعوامل الإنتاج المختلفة. The most important factor in ensuring أهم عنصر بإنشورينج its success. شو يعني نجاح هذا التسخير للإنترنال ريسورسز؟ is for senior manager to demonstrate that they take the project seriously. أهم فاكتور فوق المدير العام يبين انه مهتم بهذا الموضوع بشكل كبير. Very serious. Seriously. And consider it vital. يقول لهم هذا الموضوع وهذا المشروع عندي بالنسبة لي حيوي وجدا وجدا وجدا، لازم تركزوا لي عليه وتعطوني نتائج فيه إيجابية، وإلا فلا. هي أكيد حيتخذ إجراءات to the organization's future، للمستقبل الشركة. ثلاث budgeting role in the overall planning and evaluation process. شو هو دور البادجت في التخطيط الشامل overall planning and evaluation process في عملية التقييم؟ لأنه في planning وفي تنفيذ وفي تقييم. طيب planning is the process by which هي عملية by which the organization sets specific goals. إذا planning بدك تحط أهداف محددة specific goals for itself لمين؟ للشركة. and sets about pursuing those goals وتضع القواعد لمتابعة تنفيذ وإنجاز تلك الأهداف. إذا تضع أهداف وتضع الطرق من أجل تحقيق تلك الأهداف أو الوسائل. planning is an organizational response to the staying if. إذا هي عبارة عن ردة فعل الشركة لهالكلام اللي بقول المصطلح if you do not know where you are going، إذا مش عارف وين أنت رايح، any path will take you there، أي طريق راح يوديك لهناك، ولكن يمكن الطريق قد يكون مكلف جدا في حياتك، حياة الشركة. إذا لازم يحطوا الأهداف ويحطوا وسائل تنفيذ تلك الأهداف للوصول إلى الهدف النهائي. The starting point for any organization planning تخطيط الشركة، شو النقطة الأولى؟ process
is the formulation of its mission statement. لازم تعرف المشن، ما هي رسالتنا؟ الرسالة، mission statement، ما هي الرسالة؟ إذا هاي أول نقطة بدك تشتغل عليها في قضية إنه قبل ما تبدأ بالبلانينج بدك تحط ما هي رسالتنا. The mission statement formulated by the board and senior management. من الذي يضع المشن؟ البورد اوف دايركتور مشترك مع السينيور اللي هو سي اي او. Embodies تسخر the organization reason أو تكون تهيئ السبب the organization reasons for the existing. إذا المشن هو سبب وجود الشركة. ليش أنت تفتح جامعة؟ بدك تدرس. ليش تفتح بنك؟ بدك تقدم خدمات مصرفية. ليش تعمل بنك عقاري؟ بدك تقدم قروض للتمويل للإسكانات وكذا وشغلة من هالنوع. Example. Increase shareholder value by providing global telecommunication service. هذا في شركة في أمريكا بتقول إنه أنا بدي أزيد ربح السهم المساهمين العاديين الكومن شير هولدرز، أزيد القيمة تبعت السهم مشان بأي طريقة من خلال تقديمي لوسائل خلنا نسميها اتصالات global communication services خدمات اتصالات. Next. The organization draws up its strategy. بعد ما تحط المشن بتحط الاستراتيجية. كيف بدك تصل الهدف اللي حطيته مشان تحقق المشن. It's a strategic plan. الخطة الاستراتيجية. Containing the means by which the firm expects to fulfill its stated mission. إذا شو معناته؟ Containing the means يعني ما هي الوسائل التي تسلكها أو تسخرها الشركة حتى تنفذ المشن اللي حطتها وكانت سبب في وجود الشركة. إذا لابد ما يكون عندك خطة استراتيجية ولونج تيرم اوبجكتيفز وبعدين تقول لك بدنا نبدأ مشان نحقق المشن ضمن المشن اللي بنحكي عنه أو تحكي عنه الشركة. To a great extent إلى نطاق واسع the strategy is made up of long term objectives. اكيد الاستراتيجيه بعد ما قلت المشن تقول انا شو بده يصير عندي زي ما هي هلا وسيله شركه الاتصالات شو بده يكون عندي. اذا في long term objectives a set of specific measurable goals يعني عباره عن اهداف قابله للقياس. ما في حكي ما في بدنا نصير لا بدك تصير بكم. اذا examples hold a 35% market share 35% من الماركت شير. انا الشركة الاتصالات هاي بنحكي عنها بده يصير عندها 35% من الماركت شير اوف يو اس سيل فونز فون يوزرز يعني مستخدمي الجوالات بدهم يصيروا 35% منهم عندي يتصلوا من خلالي زي اورنج وزين وامني وكذا ما ادري اسماء احنا بنعملش دعاية لحد وانما بس مشان نقرب الفكرة. within 5 years خمس سنين 35% بده يصير عندي هيك الخطة. Once the long term objectives are in place إذا الهدف تبع الخمس سنين موجود الآن okay the priorities of the organization will be clear إذا الأولويات تبعت الشركة سوف تكون واضحة أين نبدأ وكيف نبدأ ومتى نبدأ وبأي شيء نبدأ. إذا إيه awareness of priorities is crucial لازم نعرف الأولويات نبدأ بإيش. إذا حاسم crucial حاسم for the allocation of limited resources for the allocation of limited resources شو يعني عندك مصادر تمويل محدودة قدرات محدودة ما عندكش مفتوح كل شيء حتى الدول عندها محدودة حتى أمريكا قدراتها محدودة. إذا بدك تقول إيش for allocation of limited resources بدك تحط الأولويات. معطينا مثال حتى نفهم المثال. example how many cell towers كم برج مشان الاتصالات مشان يوصل البث each of which require the outlay of construction and maintenance cost قديش بده يكون عندي تاور وكل تاور قديش بده يكون عندي فلوس بنصرف عليه حديد واسمنت وموقع وظهر بناية ولا ظهر مرتفع جبل ولا كذا the outlay of the construction تمام and maintenance cost وصيانة will provide the optimum amount of coverage هذا اللي حسبناه حيقول معناته بدي يكون عندي 500 مليون على خمس سنين 500 مليون على خمس سنين
مشان اغطي وصير عندي 35% من السوق تبع الاتصالات من مستخدمي الجوالات عندي، يمروا مكالماته من عندي. هاي the amount of coverage، optimum amount of coverage، قديش انا بدي اغطي هكذا مصاريف، وين بدي ابدا؟ حنشوف وين بدي ابدا. الشورت تيرم اوبجكتيفز فلو دايركتلي فروم ذا بريورتيز. اذا بصير عندنا البريورتيز تلقائيا بتعطيني ما هو الهدف الاقرب، ثم ابعد ثم ابعد ثم ابعد حتى صار 5 سنين. اكزامبل ديتيرماين ذا ابروبريت نمبر اوف سيل تاورز، قديش بده يكون عندي ابراج. نيدد اند وير ذي كان فيزيبلي بي بليست، وين بدي احطهم بطريقه اقتصاديه، فيزيبلي يعني بطريقه اقتصاديه يعني تعطيني اكبر منفعه ممكنه باقل تكاليف، ان ذا مترو اتلانتا ريجون، في المنطقه تبعت مترو اتلانتا ريجون. كمان ذا بلانينج بروسيس كوردينيتس ذا افيشنت الوكيشن اوف اورجنايزيشنال ريسورسز، وكمان الفلوس تبعتي بدي اوزعها بين خبراء وبين حديد وبين استئجار مواقع او شراء ارض او شراء كذا، وبعدين نطلع بها العمليه انه والله يصير عندنا بالسنه الاولى في نشاط معين بال 500 مليون، بدي اشتغل لي مثلا بالبدايه لانه بكون مبتدئ 60 مليون بالسنه الاولى. اذا ال 60 مليون تعني بشر، تعني ابراج، تعني كل ما يخص الابراج، اوكي، ويعني مدراء ورواتب وماليات ومحاسبات ومش عارف شو. To evaluate progress، حتى نشوف شو بنتقدم سنه ورا سنه towards success، مشان نصل للخمس سنين و35% اللي شفناها قبل شوي. In each of these stages quantification is necessary. quantification يعني كم طن حديد البرج بده، وكم طن اسمنت البرج بده ينوضع له قاعده، وقديش سلاك وقديش اجهزه وقديش ديفايسز وقديش كذا. This is the role of the various types of budgets. هذه شو various type of budget؟ بده يصير عاد عندك budget ماليه وبجت مش عارف بناء اسمنتي، اداره الانتاج او التاسيس او الكونستراكشن، وبجت كمان تسويق، وبجت كمان يعني المهم مش كثير انا متخصص بالموضوع، لكن هذه هي الافكار الرئيسيه. Not all quantification is in monetary terms. قلت انا اطران حديد مش مونيتري تيرم هاي، لكن بالنهايه حتتحول لمونيتري تيرم، بدك تضرب اطنان الحديد بفلوس، بس هو بده اطنان حديد، وقديش بده مثلا طول البرج، البرج بده حديد، وقديش بده القاعده ومتانه القاعده، وفي هواء ولا ما فيش هواء، وفي رياح زوابع ولا ما فيش رياح وزوابع، في اماكن مرتفعه تحسن البث ولا لا، وفي اماكن بدك تعمل تقويه وكذا الى اخره. To extent the previous example اللي هو بيحكي عنه تبع الاتصالات 35% في المنطقه تبعت اللي هي المنطقه الغربيه من اتلانتا ريجون، also cell towers obviously have a dollar cost. بعد ما يقول قديش بده السيل تاور اللي هو البرج تبع الاتصالات، بده يقول قديش هذا بيكلف، بالنهايه بدها تتحول لكوانتيتيف الى ايش؟ الى فلوس. They must be simply counted as well، بدك تنحسب، بده كله ينحسب بالفلوس. comparing actual results to the budget، ها بدك تقارن الاكتوال بين ما هو مخطط وبين الاكتوال، وشوف الوضع كيف، انه الوضع كويس ماشي ضمن النطاق المسموح فيه ضمن المخطط ولا لا. allows the organization as a whole، الشركة كاملة، to evaluate its performance and managers to do the same on individual level. إذا بتقيم الشركة كاملة وكل مدير من المدراء كل واحد له بجت، وبتقيمه كمان أنت وين وين أنت؟ أنت قلت لنا بدك تصرف 10 مليون، ما شاء الله صرت نازل ب 13 مليون بالموضوع. إذا هذا لازم يتم تقييمه على أساس الشركة كاملة، وكمان كل فرع من الفروع، كل إدارة من الإدارات، كل واحد بمركز مسؤولية يجب أن يقيم. The budget is therefore strategic control. إذا البجت عبارة عن شو؟ عبارة عن رقابة استراتيجية، أين نتجه وكيف نتجه. شكله هذا بداية الفيديو الثاني، لذلك نقف هون، والفيديو اللي بعديه حنبدأ بالفيديو الثاني، بس الآن نقف نفصله مشان يصير ايش البث الفيديوهات قليلة.
منخفضه. شوفوا هاي انا هون، هيها هيدا رقم أربعة، الأصل بالكتاب رقم أربعة. شوف أنا هيها مشان نكون واضحين وتكون أنت ما تتلخبط، واحد واثنين وثلاثة بفيديو، إذا الأربعة بده يكون فيديو رقم اثنين وهكذا. إذا خلينا نقف لحد هون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.